السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين لاباس عليكم؟ بخير كنتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير. مرحبا بكم عندي اليوم على قناتي عالم ابداع مع ام سليمان. اليوم نقدم لكم واحد لي طاخت لي فخوي، اي فخوي عندك في الدار، ولي فخوي الساك كيجيو غزالين بزاف وباردين بالنسبة للفطور بالنسبة للسحور، مهم كيجيو غزالين. غادي نبداو ان شاء الله على بركة الله. كريم باتيسيا غادي نحتاجو فيها نصف لتر ديال الحليب، غادي نديروه في كاسرول نشعلو عليها النار، وغادي نضيفو ليها زوج معالق ديال النشا او الذرة، مايزينا، غادي نضيفو عليها ثلاثة ديال السرد البيض، فقط الاصفر نحاولو ما نهزوش الابيض، وغادي نضيفو عليها كاس الا ربع ديال سنيده اللي ضفت انا، والسكر كيبقى بالنسبه لكم اختياري، بغيتوها حلوه بغيتوها شويه اي حاجه كيبقى بالنسبه لكم اختياري. انا درت كاس الا ربع ديال السكر سنيده. من بعد كنشعل عليه النار كيف قلت لكم، وكنبدا نطرب على هذا الشكل حتى يتخلط ليا مزيان وكل شيء جانس، وكنكمل التحرك ديالي حتى كتعقد لينا كيف ما غتبعوا معنا الفيديو غادي تشوفوا. نحاولوا ما نحبسوش من التحرك، حيت الا حبسنا غتلصق لينا من التحت اولا من الجناب، نبقاو نحركو والنار شاعله على هذا الشكل حتى تبان لينا بدات كتشد راسها. وغادي ننتقلوا للعمليه الثانيه. كتحتاج لينا شويه ديال الوقت، ماشي غير نشوفوها بقات جاريه ونقولوا واقيلا لا خسرات، بالعكس كنبقاو نحركوها حتى كتبدا تشد راسها على هذا الشكل هذا. دابا راها بدات كتشد راسها شويه، وغنكملوا التحراك حتى تعقد لينا ونخدموا بها باقا سخونه من الاحسن. شدات لينا راسها كيف ما كتشوفوا من الجنيبات كتبان كتبقبق، غادي نطفيو عليها النار وغادي نبداو نعمروا لي فون ديالنا على هذا الشكل الموضح في الفيديو. ناخذ معلقه كبيره وناخذ لي فون ديالنا اولا بات بريزي، ونبداو نعمروهم على هذا الشكل هذا حتى نعمروهم، ومن بعد ما نساليوهم كاملين غادي نبداو نضيفو فوقهم لي فخوي ديالنا، اي حاجه متوفره عندنا، تفاح، فريز، بنان، حتى الليمون اذا كان كيعجبكم ممكن ديروه ما كاينش مشكل. غادي نكملوا نفس العمليه مع كاع هاد لي فون ديالنا حتى نساليوها. من بعد ما نسالي وغنكونوا ديجا قطعنا البنان ديالنا رونديل على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، غادي نعصروا عليه الحامض باش ما يكحلناش، حيت دغيا كيكحل اذا عريناه كيف ما راكم عارفين، ما اذا درنا ليه الحامض كيبقى صابر ما كيكحلناش.
من بعد كناخذوا البنان ديالنا كنبداو نزوقوه بالطريقه اللي بغينا. انا اختاريت هذه الطريقه هذه. من بعد ما كنساليو البنان كناخذو التفاح كنقطعوه دوميروندير اللي هي نصف دائره كيف ما غتشوفوا معايا، ونفس الشكل اللي كنديروا ليه حتى هو كنعصروا عليه الحامض باش ما يكحلناش، وكنبداو نديكوريو به بالطريقه اللي بغينا. ومن بعد ما كيبردوا كنقدموهم بالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم وشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. ما تنساوش اللي يشوف الفيديو اول مره ما ينساش الاشتراك على القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا بكاع الجديد، وشكرا على التتبع وبالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله تكون الوصفه نالت الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم الفيديو لايك، واذا ما عجبكمش بيان سور ديسلايك، وشكرا وبالصحه والراحه.